الحلقات الـ21 والسادسة من مسلسلات النص الثاني في رمضان الخاصة بالدراما الكوميدية والاجتماعية شهدت أحداث مشوقة. في الكبير قوي كشف العترة أمر مربوحة بأنها مخبية غوريلا في الدوار، وطلب منها تقنع الكبير يروح مع أصدقائه رحلة مدرسية وإنه مش هيبلغ الكبير بموضوع الغوريلا. وبدأت الغوريلا تحب مربوحة وبتساعدها في تنظيف الدوار، وأثناء تنظيفها غرفة جوني عرف بالأمر واندهش من إن الغوريلا بتحب مربوحة. مري ايه ده؟ انت بتعملي ايه؟ هو يا جون انت مش بره؟ انت عايزه تسمعي صوتي في الحمام ليه اصلا؟ وبعدين الكنبه حطها على تمثال. او ماي جاد. شهدت الحلقه 21 من مسلسل امبراطوريه ميم للنجم خالد النبوي احداث كتير، كان اهمها لقاء جمع حلقة وقررت تروح لبيت طليقها وتاخد بنتها، وبالفعل راحت وهددت زوجها بدخول السجن، ورفضت حالة التفاهم والتفاوض مع طليقها وأكدت له إنها مش هتبيع البيت. حضرتك ما تزعليش، يبقى هو اللي جابه لنفسه. طب بقول لكم إيه، تعالوا نقعد بس ونعقل كده ونتكلم. مفيش نقعد ولا نتكلم، امشي يا حبيبي هاتي شنطتك. الحلقة 21 من مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج شهدت أحداث مثيرة. فرح رفضت المبيت عند ولعة وفكرت تستعين بصديقة من صديقتها علشان تستخبى عندها، فاتصلت بيها من تليفون علي، وبعدها قررت صاحبتها تبلغ والدة فرح باللي حصل، وبالفعل عملت كده. وقام عمر أخو فرح بالاتصال على رقم علي لكنهم ما ردوش وقفلوا التليفون فوراً. ممكن بقى تبطل سخافة وتقولي هنعمل ايه دلوقتي؟ أنا تعبانة بجد يا علي. والله ما أعرف، وأنا برضو اللي أقولك هنعمل ايه. طبعاً مش انت برضه ابو الافكار وعمال تقول لي هنقلب ابوكي في كام مليون وابوكي معايا يدفع لحد كام؟ ادينا اهو رايحين في 60 داهيه ومش عارفين هنعمل ايه. في الحلقه السادسه من مسلسل فراوله لجأ مرزوق او حجاج عبد العظيم والد فراوله لصاحبتها دينا او علا رشدي، وطلب منها تحاول اقناعها لمعامله والدها بطريقه طيبه. ولما حست دينا ان والد فراوله جه علشان طمعان في فلوسها اخبرته بانها بتواجه صعوبات في شغلها. معلش يا ست دينا، يعني انا لجأت لك لانك انت غاليه عليا ومن ايام الزمن الجميل. الله يخليك يا عم مرزوق، اقدر اساعدك ازاي؟ انت لسه لغايه دلوقتي على اتصال بفراوله وبتكلموا بعض يعني؟ بتكلم معاها بشوفها ساعات. طيب الحمد لله، الحمد لله، انا قلت كده برضه. توتر كبير شهدته أحداث الحلقة السادسة من مسلسل بقينا اتنين بطولة رانيا يوسف والفنان شريف منير. شهدت الحلقة صدمة كبيرة لمروان ابن أدهم بعد ما راح لغرفته وبلغه إنه قرر يحضر مباراته اللي جاية علشان يكون جنبه ويشجعه. وهنا هتكون صدمة لأدهم لو عرف إن ابنه مروان بيمارس الكيك بوكسينج مش كرة القدم. مش مع خالص إن أنتوا كنتوا تتخانقوا وتضربوا بعض، يعني لأن أنا أصلاً ضد العنف. عنفي؟ دول عيال قليلة الأدب. أنا ما بحبش حد يتريق عليا. دول اتريقوا عليك. اتريقوا علي أنا؟ قصدي على حضرتك أنت ومامي يعني. شاهد مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة السادسة قيام عائشة بن أحمد بإخبار نهال عنبر والدة آسر ياسين بحقيقة الطفل عمر وإنه مش حافدها، وقالت لها كمان إنها هتنفصل عن آسر ياسين. وتوالت أحداث مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة السادسة اللي شهدت إن مروان ساب البيت بعد احتدام أزمته مع ليلى. متخانقين؟ احنا هنتطلق يا طنط. تجارالكوا ايه؟ هي شوطه؟ كل واحد خانق مع مراته يقول انا اتطلق. انتوا في ايه ولا في ايه؟ طب حسن ونهى والجوازه باينه من الاول، انما انتوا لا، في حاجه غلط. اكيد في حاجه مش مظبوطه. في حاجات كتير مش مظبوطه يا طنط. وهتتظبط بالطلاق؟